تدين وزاره خارجيه مملكه البحرين بشده الهجوم العسكري الذي تشنه الجمهوريه التركيه على مناطق بشمال شرق الجمهوريه العربيه السوريه الشقيقه والذي يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سياده سوريا ووحده اراضيها وإذ تؤيد وزارة الخارجية الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان فإنها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان جنيف واحد وقرار مجلس الامن 2254 وبما يحفظ لسوريا سيادتها ووحده وسلامه اراضيها